ضمن برامج التحول الصحي في المملكة يقوم نموذج الرعاية على دور محوري للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة لتحقيق مستهدفات التحول. صدر قرار المجلس الصحي السعودي رقم 394 في شهر رمضان من عام 1442 للهجرة بالموافقة على الخطة التنفيذية الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية. خرجت هذه الخطة بمجموعة من المبادرات، كان من أهمها مبادرتين تم تبنيهما من برنامج تحول القطاع الصحي. المبادرة الأولى كانت عن إعداد السياسات واللوائح والإجراءات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الأفراد مع فرق الرعاية الصحية الأولية، والمبادرة الثانية كانت عن تحديد نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتصميم البرامج الوقائية والتثقيفية وبرامج تعزيز الصحة والعلاج، بالإضافة إلى وضع الآليات لقياس أثر هذه البرامج.